أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من مسه الجن هل يجوز عند التداوي بآيات القرآن يكتبها على آيات من الخشب ثم تزال هذه الآيات بالماء ثم يشرب المريض من هذا الماء، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ نعم، رخص فيه بعض السلف كالإمام أحمد، وأنه يكتب في صحن أو في محل طاهر ثم يغسل ويشرب الغسالة، لأن هذا داخل في الرقية، داخل في الرقية في القرآن. ذكر هذا ابن القيم في الطب النبوي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.